باش نقول كلمة وكهو مش لازم نحكي ياسر 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 الحديث ياسر ياسر حكاية فارغة من الأخر بن علي يحيى بن علي بن علي بن علي كلها أنا سواولية كل يوم ويوم كل يوم ويوم الناس تقضي بالشهر وبالجمعة وبالواحد نحن يومية يومية نحن كل يوم ويوم اللي كاتب ناكله فهمتني اللي كاتب ناكله والله حسروا عليه بن علي وهم يحكوا على وقت الزين والزين سرق والزين انهب في وقت الزين نروحوا بالشريوم عبي مليان والحمد لله وناخذوا بالقفة السعف توا ساشي كحلة وما نجموش نعبوها ساشي كحلة وما نجموش نعبوها ساشي كنت نشري فيها شكل البوبيل انا توا وليت نروح بها كعبتين طماطم وقرنين فلفل عبارة باش نطيبوا شكشوكة مش طيبوا شقان فطر وكما الناس الكل اللي هم يضربوها من هنا الغادي تواول وكل شيء نحن الحمد لله يا ربي اخرته شنو الزين اخرته يحب يروح يموت في بلاده هم يا جماعه الحكومه اللي يحبوا اي اللي هم طاغين توا وطاغين وعاملين حباره في الشعب اخرتهم كي نهايتهم كيف هو نهايتهم يحبوا يموتوا في بلاد يهزوا الفلوس يسرقوا فلوس يهزوا كل شيء الحمد لله نحن شعب نعيشوا ونموتوا في بلادنا حتى نجوع نموتوا في بلادنا اما يندبوا على ظهرهم هم ويمشي